لن نسمح لأي أحد إن هو يتطاول على الصحابة الكرام بشكل فيه همز ولمز وتطاول، ويأتي بروايات مكذوبة ويأتي بروايات موضوعة ويقول أنا بتحدث من كتبكم، وهو جاي بروايات مدسوسة وروايات جايبها معرفش جايبها منين، واخد بالك؟ ويأتي في موضوع السيدة عائشة ويطعن ويسب ويلعن. هل يمكن أن ننتظر من هؤلاء خير فيما يتعلق بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم والسيدة عائشة؟ هل إذا سألته الآن هل موضوع عدالة الصحابة، عدالة الصحابة، هل هو أصل من أصول دينك؟ السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها ومناقشة أمور السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، هل هو أصل من أصول دينك؟ قناة صفا هي منارة للإسلام والمسلمين ولأهل السنة، لن نجعل من هذه القناة المباركة حسينية شيعية لسب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وسب عرض النبي صلى الله عليه وسلم. سأبدأ مع الشيخ خالد الوصابي. شيخ خالد الوصابي، سأبدأ معك بموضوع اتباع أهل البيت، ولكن قبل موضوع اتباع أهل البيت عايز أسأل حضرتك لماذا هذا الأسلوب الخبيث في اختيار موضوعات يتم اللمز بها والغمز بها والطعن بها في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وعرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما سؤالك وهو مهم جدا، لماذا يريدون مناقشة عدالة الصحابة؟ أولا النقاش ليس عدالة الصحابة. لماذا؟ لأن الشيعة أصلا لا يثبتون للصحابة الإسلام، لأنهم يكفرون الصحابة بسبب إيش؟ بسبب الإمامة. إذن ما هو سبب تكفير الشيعة للصحابة؟ سببه أنهم قالوا على أن علي بن أبي طالب منصوص عليه من قبل الله، وأن الصحابة غصبوا هذا النص الإلهي وغصبوا الخلافة فكفروا وارتدوا عن دين الإسلام. إذن لما يأتي الشيعة يقول لك نناقش عدالة الصحابة، هذا من الكذب، لأن الموضوع ليس موضوع عدالة الصحابة، إسلام الصحابة. طيب ما سبب تكفير الشيعة للصحابة؟ سببه الإمامة. فإذا كانت الإمامة أصلا ليست ثابتة بطل التكفير أصلا، وبطل البحث أصلا في موضوع عدالة الصحابة. ليش؟ لأننا لم نبحث عدالة الصحابة إلا إذا ثبتت الإمامة. فإذا ثبتت الإمامة وكان منصوص عليها وثبتت العصمة، عند ذلك أصلا تسقط عدالة الصحابة تلقائيا. ولكن كما قلت لك في الحلقات الماضية، الشيعة يختارون الطريق الملتف هكذا المعوج وين يتنقل هذه. هو لو أثبت لنا على أن الإمامة بالنص وأن الإمامة هي وأن الإمام معصوم، يلزم من ذلك تلقائيا أن الصحابة الذين خالفوا هذه الإمامة وخالفوا هذا النص هم أصلا غير مؤمنين، سيسقطون إذا كانت الإمامة. طب أنا عايز بس أسألك يا شيخ خالد سؤال مهم جدا، هل لو أثبتنا لهم عدالة الصحابة الكرام في هذه المناظرة هل سيقبلون منهم الدين؟ هو هذا السؤال الذي سألته قبل أيام، قلت له دعك من الصحابة. دائما أنا أمثل بعلي بن أبي طالب الذي هو رجل متفق على عدالته بيننا وبينهم. علي بن أبي طالب إذا لم يكن معصوما هل يستطيع أن يحكم؟ سؤال. هل يستطيع أن يدير دفة الحكم السياسي؟ هل يستطيع أن يدير شؤون الدولة؟ لا، لأنهم لو قالوا نعم ما احتاجوا إلى شرط العصمة ولا احتاجوا إلى شيء من هذا القبيل، سيسقط على دينهم مباشرة. وإذا قالوا علي بن أبي طالب يحتاج إلى العصمة، إذن أصلاً لو ثبتنا عدالة الصحابة ما ينفع. إذن لو علي بن أبي طالب غير معصوم هل يستطيع أن ينقل الدين؟ لا. إذن أنا قلت في مناظرة سابقة، قلت لو أننا تناظرنا مع الشيعة 10 سنوات حول مسألة عدالة الصحابة، ثم توصلنا معهم إلى إثبات أن الصحابة عدول مثل علي بن أبي طالب في نفس المرتبة 100%، لكن لم نثبت لهم، لم يثبتوا لنا أن علي معصوم، هل يصلح أن يؤخذ الدين من هؤلاء الصحابة العدول الذين قد بلغوا مرتبة علي بن أبي طالب في العدالة؟ يصلح أم لا عند الشيعة؟ لا. ليش؟ لأنهم غير معصومين. إذن لا يصلح لا علي بن أبي طالب ولا الصحابة أن يؤخذ منهم الدين إذا كانوا غير معصومين. إذن المشكلة مشكلة العصمة. ولهذا أصلا مثلا لما يأتي يقول لك معاوية كان يسب عليا، طيب لو سألناهم سؤال، معاوية قبل، لو ثبت أنه قبل أن يصب عليه كما يقولون ويدعون، هل كان مؤمنا؟ فإذا كان مؤمنا بطلت الإمامة. وإذا كان غير مؤمن، هو ليش تركزوا على مسألة السب وأنتم أصلا تحكمون أصلا على معاوية بأنه كافر سواء سب أو لم يسب؟ لو نناقش مثلا مسألة عائشة رضي الله عنها خرجت من بيتها لمحاربة علي إلى البصرة، طيب لو سألتكم سؤال، عائشة لما كانت في بيتها قبل أن تخرج إلى البصرة
هي كانت مؤمنة ولا كافرة؟ إذا كنتم ترونها كافرة وهي جالسة في البيت، يعني لو ضربت لك مثال، عندنا زوجتان من زوجات النبي، عائشة وحفصة، صح ولا لا؟ نعم. معي؟ معك يا شيخ، معك، سمعك، تفضل. إيه، عندنا زوجتان من زوجات النبي، عائشة وحفصة، صح ولا لا؟ طيب، ما حكم الشيعة على هاتين المرأتين؟ يحكمون على عائشة بالكفر، ويحكمون على حفصة بالكفر. طيب سؤال، هل حفصة خرجت لمحاربة علي أم جلست في البيت؟ جلست في البيت. إذا كانت أصلا عائشة وحفصة هما كافرتان، إذا مسألة نناقش هل عائشة خرجت لحرب علي ولا جلست في بيتها؟ لأن حفصة أصلا هي كافرة عندهم وهي جالسة في البيت ما خرجت. الشيعة لا يريدون أن يناقشوا عقائدهم، يريدون أن تظل عقائدهم في حصانة ويناقشوا عقائد ليس لها صلة بعقيدتهم أصلا. ولهذا في واحد شيعي نصحهم نصيحة، قال لهم إيش قال لهم؟ قال بدل أن تتعبوا أنفسكم في إثبات إمامة علي بن أبي طالب ولستم قادرين على ذلك، ماذا تفعلون؟ قال اذهبوا إلى تكفير الصحابة، فإذا سقط الصحابة من قلوب الناس وعقول الناس ونظر الناس لن يجدوا أمامهم مؤمن إلا علي بن أبي طالب، فيقول أنه أهل للإمامة. إذا هذه الطريقة، يعني أنت إذا عجزت عن إثبات إمامة علي اذهب قلها أبو بكر كافر وعمر كافر، إذا من باقي مؤمن؟ ما باقي مؤمن إلا علي، إذا هو الذي يستحق الإمامة دون أبي بكر وعمر. هذه طريقته. الشيعة يتطورون كل وقت، يعني مثلا الشيعة يتدحرجون في مسألة الإمامة ويغلون فيها. مثلا في بداية الأمر كان الشيعة يرون أن الإمامة هي وظيفة سياسية يحكم فقط، هذا أول اختراع مسألة الإمامة عند الشيعة. فلما رأوا أن الواقع العملي أن أئمتهم منعوا من الحكم، لم يكونوا حاكمين، فلما قال لهم الناس إذا كان هذا أنتم الإمام، مثلا إذا كان مثلا جعفر الصادق أو محمد الباقر أو علي بن الحسين، الله ورسوله قد نص على إمامته ولكنه لم يحكم، إذا إمامته ليست موجودة، هو ليس إمام. قالوا لا، في إمامة أخرى إضافة إلى الإمامة السياسية. ما هي؟ قالوا هي الإمامة الدينية. يعني أضافوا له الآن إلى المنصب السياسي منصب ديني، أي أن قوله حجة ويجب اتباعه، وله إمامة الفتوى وما إلى ذلك، فأضافوا الحكم السياسي الإمامة إيش؟ الدينية. لكن لما رأوا أن المهدي غاب فلم يمارس لا إمامة دينية ولا إمامة سياسية، قال لهم الناس إذا هذا الإمام الذي هو الغائب ليس إماما. ليش؟ لأنه لا يحكم ويمارس الحكم ولا يفتي. قالوا لا، في نضيف له إمامة ثالثة، وهو إيش؟ الإمامة الكونية أو الولاية التكوينية. هو وإن كان لا يحكم ولا يفتي لكنه ماسك للكرة الأرضية لا تزل. إذا تطوروا في مسألة الإمامة على حسب التوظيف الزمني لها. إذا نرجع إلى موضوع مهم جدا، وهو موضوع مثلا الخلاف بين السنة والشيعة ليس على عدالة الصحابة وإنما على إيمان الصحابة. لو أثبتنا عدالة الصحابة لا ينتهي الخلاف بين السنة والشيعة. لماذا؟ لأن مذهب الشيعة سيبقى على ما هو، أنه لا يحكم إلا معصوم. إذا أردنا أن ينتهي الخلاف، إما أن يسقطوا الإسمة أو نعصم لهم الصحابة، يعني ما فيش طريقة أخرى.